عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل عليه السلام، فأخذتني رجفة شديدة، فأتيت خديجة فقلت: دثروني، فدثروني فصبوا علي ماء. معاني الكلمات: جاورت أي اعتكفت، فاستبطنت أي دخلت، ودثروني أي غطوني.